الله شكرا. اول مره يطلع سلم يا جماعه، يعني مش اول مره الصراحه، يعني اول مره يطلع عندي السلم. هو كمان دلوقتي بقى يطلع ايه؟ انا سايب البتاع يا جماعه، مش ماسك الحبل، سايبه هو كده كده، ما بيبعدش عني كتير. بس طبعا لو شاف قطه او كلب او اي حاجه هيطلع يجري عليه. شاطر شكرا شجر، انت عسل يا شجريه، شجرولا. تاني اقول له شبحولا، وانا اقول لك شجرولا. صح يا شجرولا؟ يلا انا عايز العب. هو يعني جولدن بيقول كده دلوقتي. بطل لعبي في الزباله، انت بطل لعبي في الزباله. شجر شجر تيجي داخل داخل ومش عارف يطلع. هو مش ذكي زي الشبح للاسف، يعني الشبح بيعرف يفتح الباب وينزل لي، يفتح الباب وهو كده يعمل كده براسه وينزل لي. شجر لسه انت عارف تدخل، بس خايف تدخل طبعا. الشبح عامل له حمام هنا، وكان بيطرطر له هنا بس مسح، يقول له المكان ده بتاعي يا ابن الشجر. شجر يلا خش، تخش جوه.